نفكر نقرأ نفكر ونبدع. شعار معرض الكتاب الحدث مش بس المهم على مستوى مصر، إنما واحد من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي. مجموعة كبيرة من الأرقام في معرض الكتاب. أولاً 54 دولة مشاركة، ملايين من الكتب المعروضة، آلاف من شركات النشر والمطبوعات، أكتر من 500 فعالية موجودة في معرض الكتاب. معرض أو حدث بنكون معاه في حرم القراءة والثقافة والاطلاع. مع نقرأ نفكر نبدع، باستضافة 51 دولة من كافة أنحاء العالم وبعدد إصدارات تتخطى 250 ألف إصدار للمعرض هذا العام، حيث تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض لهذه الدورة. وشخصية صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب في دورته 54، وشخصية كامل كيلاني شخصية معرض الطف. تسعى الهيئة دائما للتيسير على القراء والمثقفين من جمهور المعرض. تم تطوير المنصة الإلكترونية التي تمكن الزائرين من الحصول على تذاكر الدخول من خلال المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق اختيار عدد مرات الحضور للمعرض، ومن ثم اختيار طرق الدفع المختلفة، حيث تم تحديد سعر التذكرة إلكترونيا بسعر 5 جنيهات فقط لا غير، إيمانا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتشجيعا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة والدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة. وكما عودتنا دائما وأبدا الهيئة المصرية العامة للكتاب بالريادة الثقافية عالميا، فقد تم البدء في إدراج المتجر الرقمي لمكتبة الأسرة المصرية والجولة الافتراضية لأجنحة المعرض لتعلن في الخطة المستقبلية حصريا في عالم الميتافيرس، حيث يتمكن القارئ من تجسيد واقع وجوده داخل المكتبة وتناول الكتاب من مكانه مع تصفح أجزائه بكل سهولة. ويعد هذا الحدث الفريد سبقا عالميا يجعل من الثقافة المصرية النبراس الذي يؤخذ بحذوه في المستقبل لنشر وإعلاء قيمة الثقافة في العالم باعتمادها أول بوابة ثقافية في العالم الافتراضي. وتأتي خطوة التطوير ضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل ورؤية مصر 2030. هذه التسهيلات والتطويرات التي قامت بها الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب أسهمت في وصول عدد الزيارات إلى أكثر من 128 مليون زيارة للمنصة الإلكترونية، حيث قام 2.5 مليون زائر بمشاهدة الكتب على المنصة. كما تمكن أكثر من 102 ألف زائر من التجول داخل أروقة المعرض افتراضياً. ولأن الهيئة دائمة الانشغال بالطفل وزيادة الوعي الثقافي لديه، فإنها تدرس إنشاء منصة خاصة بالطفل تحتوي على الكتب والمجلات والنشاطات اللازمة لتطوير مهارات وإبداعات الأطفال من خلال ألعاب تفاعلية ثقافية تهدف إلى بناء الطفل ثقافياً وتشكيل وعيه في إطار من روح الانتماء والحس الوطني من خلال أسلوب جاذب ودون اللجوء للخطاب المباشر والتقليدي، حيث يحتوي المعرض في نسخته لهذا العام على قصة أبو خربوش لكامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل تقدم للأطفال في صالة الطفل عن طريق نظارة ثلاثية الأبعاد بطريقة ممتعة وجذابة. وتطمح الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى استمرار التطوير وتقديم الخدمات الثقافية للقراء والناشرين بأعلى مستوى ممكن وبأقصى درجة من الاحترافية. معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوابة مصر الثقافية، على اسم مصر. معا نقرأ نفكر نبدع. معرض القاهرة الدولي للكتاب، معانا رئيس الهيئة العامة للكتاب دكتور أحمد دهيجين، رئيس الهيئة العامة للكتاب. أهلا بيك يا دكتور. سنة حضرتك طيبين. كل عام وأنت بخير. اتفضل يا دكتور، سعداء بوجودك. الله يخليك. كل عام وأنت بخير وحضرتك بألف خير بخير وكل المتابعين بخير. أمين يا رب. حضرتك بألف خير وسعادة. احنا بنسجل اللقاء ده يعني وفاضل ساعات خلينا نقول على افتتاح المعرض، والتوزاع الحلقه يوم افتتاح المعرض تقريبا. كل عام وانت بخير. اقدر افهم المجهود الكبير على الهيئه بشكل عام وعلى رئيس الهيئه.
الحقيقة هو مش موجود هيئة بس علشان ما أخبنش بقية المؤسسات الدولة حقها. احنا بنتكلم عن حدث وطني وحدث قومي. حدث وطني بننتظره من السنة للسنة. لما بنقول اسم معرض القرار الدولي للكتاب احنا كل الناس بتفتكر شهر يناير، بتفتكر رحلاتها الأسرية، بتفتكر الكتب اللي كانت بتدور عليها، سواء كانت بقى كتب أطفال أو كتب من دور نشر عربية بتستناها أو أجنبية، بقى مراحل ذكريات من أول بقى المغامرون الخمسة والشياطين الثلاثاشر، وبعد كده الروايات أجاتا كريستي، وبعد كده الكتب بقى القيمة ومراجع الجامعة لحد ما وصلنا ليه شرط الترول اللي الناس بتاخدها معها عشان تشتري كتب. دلوقتي بقى ندخل على الموسوعات الكبرى. فيعني لا، ده حدث الحقيقة. النهاردة لما يبقى النهارده افتتاح معرض القرار الدولي للكتاب بيزول كل التعب اللي احنا تعبناه في الفتره اللي فاتت، لان هذا حدث يستحق وبيؤكد رياده حقيقيه لمصر، رياده ثقافيه. في مجموعه من العلامات اللي بتميز هذه الدوره، الدوره 54 لمعرض الكتاب. طبعا. ابتدى سنه 69. نعم. 1969. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.